قاعدين بقى في لعب العيال ده بقى. استهدى بالله بس وروق دمك، وما تنساش برضو ان قصقص ده ابن فرحات جوزي. كان جوزك؟ كان جوزي بس لسه ابوه، والواد معذور غيران على مرات ابوه. طليقه ابوه؟ طليقه الله، وانا كل ما اقول كلمتين هتنطلي ببقي. اتفضلي. عايزاك بالهداوه كده واحده واحده، وتصبر الاسبوع الجاي الشهر الجاي ان شاء الله العيال يلينوا في ايدك، وان شاء الله الصعب في ايدك يلين. اذا كان انا لنت وانا لسه هستنى زبده، وانت اللي زيك هيستنى لسه. انا عايز اخدك وانت لسه وقتك كده يا اخويا. بس سد على اللي فاضل لي، سد كده وصلوا بطولك معايا بلا خيبه. دي الطبخه كل ما تقعد على النار يبقى لها شقه اكتر. هم جم؟ ها كل عادي، اياك تتكلم في حاجه النهارده ما تبوظش الدنيا. باني انك تقيل وواثق من نفسك. امال فين قصقص؟ ما تردي عليا يا بنتي يا منصوبه الرقبه. قصقص راح فين؟ ستتي انا جوعت بقى، ما تيجي على مقصوف الرقبه ده يظهر نجيب حته جبنه قديمه من جوه ونضرب جبنه بطيخ. بطيخ يقرع. لا اله الا الله، لا اله الا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه فرحات انت لسه صاحي؟ ده انا قلت الليله دي بالك هدي وخلاص، هتنام نوم متعوض بيها السهر اللي فات ده كله. ما ينامش الليل الا ابو قلب خالي يا صاحبي. زبده برضه وحشني طلت وشها، وحشتني وهي بتقول لي صباح الخير يا فرفوري، ولا هي بتاكدني اللقمه بتقول لي امي يا جمل امي يا جمل. راح طب بتعيط ليه؟ ليه البكا بس؟ دي دموع الفرح. اصل الوقت سيد ابني وعدني ان هي هتيجي تزورني، وانا عارف سيد لما يوعد لازم ينفذ وعده، عشان كده انا بعيط. انا فرحان يعني بعيط. ماشي يا فرحات، خليك عيط زي ما انت عايز، تصبح على خير. انت مالك يا ابني؟ مالك ما تنطق. مخنوق يا سيد، مش طايق نفسي والله. يا دي الليله السودة علينا، في ايه يا سيد؟ مخنوق، الدنيا كلها مقفله في وشي. عرفت يا اسامه، مش لازم تخنقني معاك يا اخي. مالك يا ابني؟ كمل نومك يا سيد، خلاص مفيش حاجه، كمل نومك انت. يا صبر ايوب، بقول لك يالا، فيك حيل تطلع الغردقه؟ غردقه؟ ايوه، طالما على الاخر كده نط في اتوبيس بالليل، واول ما توصل الصبح كلمني. ولا مخنوق كمان مش هتعرف تسافر؟ ماشي يا سيد، ماشي. يلا مستنيك. سلام يا أس. رايحة فين؟ في ميعاد مع سالم بيه. اوكي اتفضلي. ممكن ادخل؟ اتفضلي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. صباح عبد الرب، بشتغل هنا في القرية. ايوه شفتك قبل كده. في حاجة؟ بصراحة أنا مش عارفة عملت حاجة صح ولا غلط. أنا شفت جست بيصور حضرتك بالموبايل ده وحضرتك ماشي على البيتش. أنا عرفت إن حضرتك مانع أي حد يصوره، عشان كده أول ما الجاز طلب مني درينك نزلتهوله على طول، وخدت منه الموبايل من غير ما يحس، وجبته لحضرتك. وقاعد فين الجاز ده؟ بصراحة أنا معرفش هو قاعد في أوضة كام، بس أنا سبته من شوية كان قاعد على البيت. تعالي وريهولي. حاضر. يا سليمان، حصلني على البيت دلوقتي حالا.
وتفتكري ده هيقربني منه؟ يقربك؟ انت ما تعرفيش سالم ممكن يعمل ايه لو عارف ان حد صوره. طيب والصور اللي انت صورتيها دي مش محتاجاها تاني؟ انا هجيب موبايل واصوره بكره صور جديده، انما الصور اللي انا صورتها دي انا هحتفظ بيها. انت ما تعرفيش انا عملت ايه عشان اعرف اصور. بس ده مش معناه ان احنا كده بقينا خالصين. مش فاهم، انت مش لسه قايله ان مفيش عرض مجاني؟ كان قاعد هنا. دي اول مره تشوفيه ولا شفتيه قبل كده؟ لا اول مره اشوفه النهارده. ينفع كده يعني؟ ينفع ان السماح هي اللي تاخد بالها من حاجه زي كده؟ امال فين الزفت اللي بياخدوا علفات كل شهر عشان حاجه زي كده ما تحصلش؟ هنوصل له يا فندم، سعادتك بس اطمن وكل حاجه هتبقى تمام. هو انت فاهم ان هو لسه موجود هنا؟ اكيد بعد ما لقى الموبايل بتاعه اتسرق عرف ان هو اتهرش ففلسع، مش شايف الدرينك بتاعه زي ما هو ما اتلبس. انت قلت لي اسمك ايه؟ السماح عبد ربه يا فندم. انت بقالك قد ايه معانا هنا يا سماح؟ يعني تقريبا شهر يا فندم. انا مبسوط منك قوي يا سماح، وعايز اكافئك على اخلاصك ده. رضا سعادتك عني يا فندم اهم من اي حاجه. انت مرتبطه يا سماح؟ قصدي اقول يعني مخطوبه، متجوزه، مصاحبه؟ لا يا فندم. انت منين يا سماح؟ من اسماعيلية. ياه، وايه اللي جابك عندنا هنا؟ يعني اكل العيش سعادتك. جدع يا سماح، انا يعجبني البني ادم اللي بيدور على اكل عيشه في اي مكان في الدنيا. بصي بقى احنا هنعمل ايه؟ انت هتيجي تشتغلي عندي في اليخت الخصوصي بتاعي، اهو يبقى منها شغل ومنها فسحه ويبقى اسمك كمان شفتي الدنيا. يخت؟ ايوه يخت. ايه مالك اتخضيتي قوي كده ليه؟ لا ابدا يا فندم، بس اصلي عندي دوار البحر. دوار بحر؟ يا خساره، ده انت كنت هتتبسطي قوي. فقريه بقى سعادتك، تقول ايه؟ لا لا لا، ولا فقريه ولا حاجه. بصي بقى احنا هنعمل ايه؟ انت هتيجي تشتغلي في البيت عندي وهديلك ضعف مرتبك، هتبقي الميد الخصوصيه بتاعتي. الانسه سماح عبد ربه زميلتنا الجديده هتكون معانا في الفيلا وفي السكن. الحمد لله على السلامه، منوره الدنيا. الله يسلمك. الحمد لله على السلامه، ربنا يخليك. تعالي بقى افرجك على اوضتك واعرفك على بقيه الزملاء. اتفضلي اتفضلي حضرتك. ولا حاجه، سبتها ومشيت. ده كلام يا اسامه، ده كلام؟ يعني البنت بتستنجد بيك وهي بتغرق وبتحكي لك على سر عمرها، تسمعها وتسيبها وتمشي؟ طب اعمل ايه يا سيد؟ انا اتفاجئت، ما عرفتش اعمل ايه. ايه اعمل اللي كنت هتعمله في الاول؟ ولا اكن في حاجه حصلت. ورده بنت محترمه ومتربيه في وسطينا، وما احنا عارفينها كويس، تطلع بنتها تطلع اختها، ما لزمناش في حاجه ولا ايه؟ اتجوز ورده اسامه، بنت شرياك وبتحبك، وعلى الاقل تكسب فيها ثواب انك خلصتها من امها دي. المهم ما تنساش تروح تزور ابوك زي ما قلت لك. حاضر يا سيد. الزبيده دي بعمل معاها ايه؟ هتعمل فيها ايه؟ استحمل عشان ابوك واخوك. انا لو عليا نطردها بره البيت ونخلص من قرفها، بس هنعمل ايه يا اسامه؟ المهم قبل ما تروح تزور ابوك قول لي عشان اخلي المحامي يجيب لك تصريح زياره.